صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسومان لسنة 2016 وجاء في المرسوم الأول رقم 25 بأنه يعين في الجهاز الإداري لهيئة الكهرباء والماء كل من السيد محمد عبد الرحيم الصادق نائبا للرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية بدرجة وكيل مساعد السيد ابراهيم عبد الله الكعبي نائبا للرئيس التنفيذي للتخطيط والمشاريع بدرجه وكيل مساعد. الدكتوره هبه نايف حراره نائبا للرئيس التنفيذي لانتاج ونقل الكهرباء والماء بدرجه وكيل مساعد ونص المرسوم الثاني رقم 26 بتعيين سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى ال خليفه نائبا لرئيس المجلس الاعلى للبيئه.